عمري على الحلوة وعلى المرة. أنت جرحتني، مشيت معك حياتي خطوة بخطوة. سامحني سامحني، ما حقدر أفتح لك ولا رح سامحك بحياتي. يا ساحري وقاتلي وآسري وآسري، يا قبلتي ودمعتي وآمري وآمري، يا عشق عشقي وشمس شمسي وقمري وقمري، يا كل روحي وشفاء جروحي وغايتي وغايتي. شو مسعود؟ هيا يا دورا، شفت لي هالشوفه؟ انا شوفه عزمي بيت طلع من البيت مدري شو بو، مو شايف حدا بطريقه. لا حول ولا قوه الا بالله. على كل الاحوال هلا بنسال ابو جواد وجواد بنشوف شو القصه. انت خلي لي عينك على الباب. ايه ليش هالاسلوب القذر؟ اسلوب شو؟ قذر شو؟ ما بفهم عليه. خلاص ياسمين، اللعبة خلصت وانكشفت وحاجة قذارة بقى. ايه انكشفت وتنكشف وانا جاهزة لأي شيء، بس بالأول بدي أعرف عن أي قذارة عم تحكي؟ عن هي. إلك حق عندي خدي مني، ليش بدك تأذي مرتي وولادي؟ هي الرسالة أنا ما كتبتها، والله العظيم ما كتبتها. لكان أنا اللي كتبتها وبعتها لنهلة؟ لا أنا ولا أنت. هي الرسالة كتب هذا الواطي أبو رؤوف، هو كتبها وبعتها، والله العظيم. منو هذا أبو رؤوف؟ هذا الرخيص الدلال يلي باعي البيت، وقلت لك من زمان إنه كان عم يتحركش فيني. وهذا أبو بطيخ شو عرفه إنه نحن متجوزين؟ وليش لا يبعت الرسالة لنهلة؟ لأنه لا كل ولا مل، هو عم يلاحقني ويراقبني لحتى شافك فايت لعندي لهون، قام ظن فينا ظن السوق، وقتها اضطريت قلو انه انا متجوزة وما حيك ما حل عني، وبطل بده يتجوز، وصار بده مني شغلات ما بتسوى. كل هذا صاير وانا مو دريان؟ لأنه انا وعدتك اني ما وجع لك راسك. هذا عذر اقبح من ذنب. انا ما سكت له، وخفعت عنه الحكومة، وسجلته 3 شهور. واستغنيتي عن خدماتي كأني مو موجود، وصرتي تاخذي وتعطي مع رجال وسخ، عم يساومك على شرفك وشرفي. المهم انا شو ساويت؟ وشرفك حافظت عليه ولا لا؟ لا، طالما خبيت عليه ما حافظتي على شيء. انا موجود، ما بصير تخبي عليه. اي خبيت وغلطت، بس يعني ما انا مصيبه. لا مصيبه، مصيبه انك تخليني عايش بهالغش. احسن حل اني طلق، وانا هلا راح طلق. وابنك؟ ابنك يلي ببطني شو؟ عمري انا بيربى ملاكي. اسمع لشوف، اذا بدك تتقاوى لا تتقاوى علي وعلى ابنك، روح تقاوى على هذا الكلب ابو رؤوف. Thank you.
أنا المنكوب من غدرها تلك القلوب، لا ذنب لي كي أبتلي من قهرها تلك الذنوب. قلبي الغني لن ينحني، آه قلبي الغني لن ينحني، لكنني من طيبتي اليوم أتوب، يوم أتوب، آه قلبي الغني خير. شوفي أنا انتهيت، خرب بيتي أعوذ بالله. شوفي صار اللي كنت خايف منه. شو اللي صار؟ خدرا هي وصلت لمرتي ياسمين. كانت بهيك؟ لا مو ياسمين. لكان مين؟ ابو رؤوف. منوها؟ بيقربها؟ لا، هذا الدلال اللي اشترينا العياده عن طريقه. وشو دخلوا بهالقصه؟ هي قصه طويله وما لي قادر احكي. طول بالك عزمي بيك، شو بك؟ انت عزمي بيك؟ انا عزمي الكذاب. اعوذ بالله. تعرف يا سلطان، اخر شي بامري كنت فكر فيه اني اكسب على حدا، ومتكذبت على اغلى شخص بحياتي، على امرأة فت. ما بعرف شو بدي إلا لما بدها تسألني، بس اللي بعرفه أني واحد كذاب وخاين للعشرة. حاجة تكبر الأمور على حالك، أنت زينة رجال وبيطلع لك تتجوز 100 مرة. حاكيني على رواق، كل مشكلة وإلى 1000 حل. بعدين أنا بدي أسألك، ليش هالواطي اللي يكتب المكتوب؟ أه؟ لما اشترينا العيادة صار يضايق ياسمين، قامت اشتكيت عليه للحكومة وحبسته. لما طلع من الحبس هذا الكلب أخذ بداره منها